انت لما تيجي تتكلم اي شبهه، انا راجل بطاقي الشبهات، واحب لما يبقى فريق كبير زي النادي الاهلي هيلعب اديله الحكم اللي يدي حق الفريقتين، ما يجيش على النادي الاهلي ولا يجي على سيمبا التنزاني. وبعدين مسربين لطاف قوي الناس في لجنه الحكام في افريقيا، مسربين يقول لك ايه، هناك غضب عارم ضد حكم المباراه. انا هعمل ايه يا جماعه بالغضب العارم؟ يعني زي الحكم قال لك ايه البنا وقفوه هو والحنفي بعد مباراه البنك الاهلي، هو انا لما يتوقف وانا هعمل انا ايه؟ ما تديني حقي الاول وبعد كده. على فكره بالمناسبه يعني، ودي للمره المليون، كره القدم فيها كل شيء. فيها طبعا ان انت الحكم بيخطئ في بعض الاوقات، ولكن بمثل هذا الشكل ومعاك فار، وفي كره زي دي لو جيت تعد 1 2 3 على ايدك كده لازم هتحسب هذه اللعبه ركله الجزاء، وبالتالي حاجه صعبه جدا جدا جدا. هذا الحكم الجنوب افريقي اللي ادار هذه المباراه الحقيقه يستحق مننا وقفه كبيره جدا جدا جدا، واعتقد ان هو لن يحكم خلال الفتره اللي جايه يا عبد الرحمن. يعني يبقى من الظلم الفجر يقول اي كلمه صعبه انت تقولها ان الراجل ده يحكم تاني اصلا يا كابتن. هو ازاي بعد الغلطات الكارثيه دي، مش في ماتش الاهلي بس، يعني ده بقاله من امم افريقيا وهو بيغلط الغلطات دي، فيكون تكريمه انه يحكم ماتش في دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا بين الاهلي وسيمبا، الفرقتين اللي لعبوا بعض في دوري السوبر، الفرقتين اللي الفرقه سيمبا جايبه سكواد جديد تلعب بيه الاهلي، جايبه مدرب عبد الحق منشيخه، ده مش مدرب اي كلام، ده مدرب غلب الاهلي بالفعل في ماتش السوبر الافريقي، فهم لا هم صارفين كتير قوي على الماتش ده. كان من الاولى انك تجيب حكم عادل وتجيب امكانياتك كامله. انا ما اعرفش الفار كان شغال ولا لا، هو في شك ان الفار نفسه كان عطلان، لان انا مش ممكن كل الحالات دي الفار ما اشتغلش فيها في ولا حاله، مش ممكن يعني، على الاقل حاله واحده من دول يكونوا شكوا فيها. يعني حتى لو انتم يعني جايين على فرقه، لو عايزين تيجوا على الاهلي ادوني بس حتى اعاده مره واحده، اعيدها من زاويه من اللي هي ما بتبانش دي اي حاجه، لكن ان انت ما تعيدش خالص، ان انت ما ترجعش الفار ما اشتغلش الماتش كله. عبد الرحمن واحنا بنتكلم كده على الجانب الاخر يعني من الناحيه الرسميه، انا هنا بتكلم عن الناحيه الرسميه طبعا. من الناحيه الرسميه ما فيش حد قال ان الفار متوقف، وبالتالي انت هنا شاكك، او انا شاكك من اللي شفته ما اشتغلش في ولا كوره ولا كوره فيها فار. الناحيه الرسميه لا، قال لك ان الفار شغال وكل حاجه تمام والامور جيده، لكن احنا هنا بنتكلم عن، او عبد الرحمن بيتكلم هنا عن شك، يعني لانه وانت قاعد بتتفرج كوره زي دي، زي ما قلت لحضراتكم لو جبت واحد من تنزانيا نفسها ها هيحسب هذه الكوره، اللعبه اللي احنا شفناها دي للاسف احنا ما عندناش فيديو ليها، وبعدين ان هي قعدت كمان، خلي بالك هي قعدت وقت يعني، واكيد اعترض يعني الجهاز الفني اعترض عليها واللعيبه، اقصد ان هي قعدت 3 4 ثواني عبل ما اللعيب مسكه ولف بيه وعمل بيه، دي خدت لها 3 4 5 ثواني وكلير بالنسبه للحكم يا كابتن. الاثنين لوحدهم هو شبه انفراد لمورست، يعني دي المفروض ضربه جزاء وطرد المفروض، يعني لو انت ده رايح خلاص اخر واحد قبل الجون، يعني بص مفيش حواليهم في الكادر اي حد يا كابتن. لو بصينا للصوره هم لوحدهم، والحكم لو واقف في نص الملعب لازم ابقى شايفهم، دول اتنين بره اي صراعات في الملعب، فبالتالي الكوره واضحه جدا، على الاقل يشك فيها يعني، لو هو شاكك ان مورست بيمثل مثلا الفار يعني على الاقل ينبهه. انا مستغرب، انا ده اللي مشككني ان الفار مش شغال بصراحه، يعني ما عنديش تعليق تاني ان يكون في حاجه تانيه. حاولوا تجيبوا لنا حد يا جماعه من يعني بيفهم في المصارعه الرومانيه. طب اعمل ايه والله عبد الرحمن، الواحد والله وانا قاعد بتفرج كنت في البيت، فانا قاعد بتفرج اتضايقت جدا، ازاي مش عايزين نقعد نكرر هذه الكلمات، ولكن في النهايه لعبه قد تكون سبب في ان النادي الاهلي يعني، تخيل لو الكره دي دخلت، انت لو ما جبتش جون في اول 4 دقائق كان موقفك ايه بقى بالكور الكتير دي كلها؟ لا ودخلت جبت جون ودي دخلت، النتيجه 2-0 او بعد كده ممكن تجيب الثالث ولا حاجه، النتيجه يا اخي 2-0 خلاص احتسبت ركله الجزاء، كنت على الاقل هتريح لعيبه من لعب ماتش المنتخب وتريحهم. الله ينور عليك، الله ينور عليك. انت بقى كنادي اهلي هيبقى عندك حسابات اخرى كيف طبعًا تنظر للمباراه القادمه، ولكن 1-0 وده دايما او ده اللي انا بدات بيه الحلقه، ان نتيجه 1-0 هي نتيجه مفخخه، نتيجه صعبه، نتيجه كبيره جدا جدا، نتيجه عندما تنظر ليها الله الاهلي كسبان ومش عارف ايه والكلام اللطيف ده، ولكنها صدقوني على ارض الملعب موضوع مختلف تماما تماما تماما.